الرئيس السيسي يؤكد متابعته إجراءات تنقية البطاقات التموينية والحفاظ على حقوق البسطاء. بن سلمان يصف هجمات أرامكو بالعمل الحربي من قبل إيران ويدعو لموقف دولي ضدها. المحكمة الإدارية في تونس تفصل اليوم في الطعون المقدمة حول نتائج الانتخابات الرئاسية. السادسة صباحاً، الرابعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها، مؤكداً أنه يتابع بنفسه هذه الإجراءات وأن الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة. أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنه متفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أن الهجوم على منشآت أرامكو النفطية هو عمل من أعمال الحرب من طرف إيران. وقال بن سلمان في لقاء مع قناة سي بي اس الأمريكية أن هجوم أرامكو ضرب قلب إمدادات الطاقة في العالم وليس فقط السعودية، مؤكدا أن العالم مطالب باتخاذ موقف لردع إيران بدلا من أن تتعرض المنطقة لمزيد من التصعيد وارتفاع أسعار النفط لأسعار خيالية. وأضاف أنه يأمل في أن لا يكون الرد العسكري ضروريا على إيران، مؤكدا أن الحل السياسي سيكون أفضل بكثير. تعلن المحكمة الإدارية في تونس اليوم أحكام الاستئناف في الطعون المقدمة حول نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي عن النتائج الرسمية النهائية، والتي من المرجح أن تؤكد انتقال المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى جولة الإعادة التي ينتظر أن تجرى في 13 من أكتوبر المقبل. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤيديه من أن الولايات المتحدة معرضة لخطر لم يسبق له مثيل، وكرر ترامب التأكيد أن تحقيق الهدف إلى عزله هو عبارة عن حملة مطاردة سياسية. كانت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي قد أعلنت فتح تحقيق رسمي فيما إذا كان ترامب طلب من نظيره الأوكراني التحقيق حول نجل خصمه السياسي جو بايدن. رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 7 مسؤولين من الأمن والمخابرات في فنزويلا. وقال بومبيو في تغريدة على تويتر أن مسؤولي نظام مادورو متورطون في ارتكاب جرائم مثل التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، داعيا إلى الاستمرار في زيادة الضغط على مادورو وأتباعه. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن نحو 30 رئيس دولة وحكومة أجنبية سيحضرون مراسم تأبين الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك اليوم الاثنين. وقاد شيراك فرنسا في الفترة من 1995 إلى 2007، وتوفى الخميس الماضي عن عمر ناهز 86 عاما. وفي عهد شيراك اعتمدت باريس العملة الأوروبية الموحدة، كما ألغت الخدمة العسكرية الإلزامية. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.